جعلناها من الرمثة، وكانوا يغنوا عليها يقولوا، راح أغني مقطع من اللي كانوا يغنوا يدبكوا عليه في الأربعينات في عز الحرب الثانية. يم العرج الغوازي وجهاديات يقضى عليك حزب النازي والولايات، عصمة إينون وهتلر إليك خدام الجيش الثامن والتاسع للتحيات. نظمت أنا والأخ جورج حداد على نفس اللحن، لأنه طبعا كنا نروح في رحلات ميدانية. رموش الطاويلة وعيوني وساع، ميلي يا حلوة ميلي مطرق رمان، وامشي وسط الخميلة يضحك نيسان. لفتي تروي غليلي تروي تروي غليلي، لفتي تروي غليلي وتزيلي وجاع من أم رموش الطاويلة وعيوني وساع.